أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. واشنطن بوست تتساءل، هل يستحق الاتفاق النووي الإيراني الإنقاذ؟ الإيكونومست تتساءل عن مدى جدوى العقوبات الاقتصادية على روسيا. فاينانشال تايمز تقول إن إيمانويل ماكرون يسعى لإعادة العلاقات الفرنسية الجزائرية. لا يزال مصير المفاوضات النووية وفرص إحياء الاتفاق الإيراني يحظى باهتمام الصحف العالمية. صحيفة واشنطن بوست تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان هل يستحق الاتفاق الإيراني الإنقاذ؟ قالت الصحيفة إنه بعد قرابة 17 شهراً من الجدل الدبلوماسي قد يكون هناك بصيص أمل في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، خاصة بعد أن قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستوافق على الاتفاق النووي مع إيران إذا كان يصب في صالح الأمن القومي الأمريكي. لكن الصحيفة قالت إن هناك تحذيرات أمريكية من أن إيران تسعى لإفراغ الصفقة من مزايا حظر الانتشار النووي، فيما أعرب مشرعون جمهوريون عن غضبهم من أي اتفاق لن يخضع إلى إشراف الكونغرس، وذلك في ظل تحذيرات إسرائيل من أن الاتفاق الذي يلوح في الأفق سيكون كارثة استراتيجية. قالت الصحيفة إن الحكومة الإيرانية والإدارة الأمريكية تحاولان تأمين احتياجاتهما الأساسية والفورية للغاية في الاتفاق، إذ تريد إدارة بايدن كبح جماح مسار إيران لإنتاج سلاح نووي، فيما ترحب إيران بتخفيف العقوبات على اقتصادها وصادراتها النفطية. وأضاف سابق باراك أوباما اعتقدت أن الاتفاق الذي أبرم في عام 2015 قد يضع أساساً لاستراتيجية أوسع لمعالجة المخاوف بشأن أنشطة إيران المزعزعة على الاستقرار في المنطقة، لكن الصحيفة أوضحت أن هذه الاستراتيجية أصبحت غير مجدية مع تغير أولويات البلدين. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد عباس ناجي، الباحث في الشأن الإيراني بمركز الأهرام للدراسات السياسية. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. دكتور محمد، سأبدأ معك من السؤال الذي تطرحه صحيفة الواشنطن بوست اليوم، هل يستحق الاتفاق النووي الإنقاذ؟ ما رأيك؟ أهلا وسهلا بك. أعتقد الإجابة بلا. لماذا؟ لأنه هذا الاتفاق يتضمن ربما ثغرات كثيرة، ربما المكسب الوحيد بالنسبة للدول أو القوى الدولية من هذا الاتفاق هو أنه سينقل بمقتدى كميات اليورانيوم المخصبة التي أنتجتها إيران في الفترة الماضية إلى الخارج، وستخزن أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورا في مخازن تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولن تستخدمها إيران، وبالتالي إيران ستخصب اليورانيوم بمستوى 3.67% بأجهزة الطرد المركزي من طراز IR1 فقط، وهي أجهزة بدائية. هذا هو المكسب الأساسي بالنسبة للقوى الدولية، لكن في مقابل ذلك إيران ستحظى بامتيازات كثيرة ما يتعلق بأنها حازت المعرفة النووية أو ما يسمى بالنوها، وبالتالي هذا طبعا لم يستطع الغرب انتزاعه من إيران وفقا لهذا الاتفاق، إلى جانب أنه سترفع عقوبات عليها فيما يتعلق بزيادة الصادرات النفطية وما يتعلق بالحصول على أموال مجمدة من الخارج، وهذا طبعا سيزيد من دعم إيران للميليشيات وتدخلاتها في المنطقة. في كل الأحوال أنا أتصور أن هذا السؤال معناه أنه هذا الاتفاق ربما لا يكون لديه مستقبل، لأنه هذا الاتفاق قد يكون مؤقت، لأنه المعارضين لهذا الاتفاق سواء داخل الولايات المتحدة أو حتى داخل إيران كثر، وربما لديهم تأثير ونفوذ كبير لعرقلة هذا الاتفاق في المستقبل. طيب لماذا الإصرار على إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران إن كانت تبعاته كما ذكرت اليوم، يعني تقوية نفوذ إيران في عدد من الساحات الدولية سيسمح لها بتطوير إمكانيات أكبر لترساناتها العسكرية، لماذا الإصرار إذن؟
أعتقد لسببين. السبب الأول هو تأخير التقدم النووي الإيراني على المستوى الإمكانيات، ما يتعلق كما قلت بنقل كميات اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة 20% أو 60%. إيران أعتقد ربما أكثر من 18 ضعف ما يقتضيه الاتفاق النووي. كل ذلك سينقل إلى الخارج، وستحفظ أجهزة الطرد المركزي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي هذا معناه أن إيران ستعود مرة أخرى إلى الخلف فيما يتعلق بالنشاط النووي الإيراني في كل الحالات. هذا هو المكسب الأول. المكسب الثاني أو السبب الثاني هو أن إيران ستضخ مزيد من الصادرات النفطية في الأسواق الدولية، في ربما تنتج نحو أو تصدر نحو 2.5 مليون برميل في حالة الوصول إلى اتفاق، وهذا سيساعد على تقليص حدة أزمة الطاقة على مستوى العالم بسبب تصاعد حدة الحرب الروسية في أوكرانيا، وبالتالي تقليص أسعار الطاقة والتي تفرض مزيد من الضغوط على الدول الغربية حتى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، كان هناك تفاؤلا بالعودة إلى هذا الاتفاق وأنه الحسم بات وشيكا، هل لا تزال هذه الأجواء نفسها وما الذي نتوقعه خلال الأيام القادمة؟ يعني قبل دقائق من الآن كان هناك تصريح لوزير الخارجية الإيراني يقول أنه الاتفاق النووي في مراحله النهائية، لكن في كل الأحوال أنا أتصور أنه الجدل الحالي حول هذا الاتفاق، هذا السؤال الذي طرح في الإعلام ما يتعلق هل يستحق الإنقاذ، المعارضين للاتفاق في الولايات المتحدة وفي إيران وفي إسرائيل وفي دول أخرى، كل ذلك يوحي بأن هذا الاتفاق يواجه إشكاليات وأزمات كثيرة وربما ينتهي به الحال إلى الانهيار، لأنه أي إدارة جمهورية جديدة قد تصل إلى البيت الأبيض بعد فترة الرئيس بايدن ربما ستلغي هذا الاتفاق في أولى قراراتها. هذا معناه أنه أزمة الملف النووي أو برنامج النووي الإيراني لم تنتهي حتى بهذا الاتفاق، خصوصا أن هذا الاتفاق سيرفع القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية تدريجيا في العام القادم 2023 وفي عام 2025 وفي النهاية في عام 2031، وهذا سيسبب مشكلة كبيرة سواء بالنسبة للدول الغربية أو بالنسبة للقوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. طب في ظل الرفض لهذا الاتفاق، هل برأيك تعيد الولايات المتحدة هذا الاتفاق في ظل الضغط الإسرائيلي ورفض المشرعين الجمهوريين كذلك؟ لا أعتقد ذلك، يعني بعد نحو عام ونصف من المفاوضات، المفاوضات بدأت في 6 أبريل 2021 ولم تنتهي حتى الآن، عام ونصف من المفاوضات الصعبة مع إيران، الانخراط في تفاصيل معقدة، أعتقد أنه يوحي بأن الإدارة الأمريكية مهتمة ومعنية بالوصول إلى اتفاق نووي مع إيران، لكن كما جاء في تصريحات المسؤولين الأمريكيين المهم أن يكون الاتفاق يستوعب المصالح الأمريكية، وأنا أتصور المصلحة الأمريكية الأساسية في هذا الاتفاق هو تأخير النشاط النووي أو إعادته إلى الخلف مرة أخرى، وإن كنت أعتقد أن هذا ربما يكون خطوة مؤقتة لأن إيران في مرحلة لاحقة ما يتعلق ببند الغروب أو سانسيت كلوز في الاتفاق النووي سترفع القيود المفروضة على أنشطتها النووية، وبالتالي أي مكسب ستحققه الإدارة الأمريكية وتحاول الترويج إليه في الفترة الحالية هو مكسب مؤقت سرعان ما سيزول أثاره أو ستتراجع تأثيراته في المرحلة القادمة. المهم أنه بالتوازي مع المفاوضات النووية وربما وصولها إلى المرحلة النهائية، الإدارة الأمريكية توجه رسائل تحذيرية لإيران على غرار الضربة الأمريكية الأخيرة في تحديد دير الزور ضد مواقع تابعة لميليشيات إيران. كيف يمكن أن نربط اليوم هذا التوتر في سوريا بمسار الاتفاق النووي؟ علاقة مباشرة وارتباط قوي. لماذا؟ لأنه أنا أتصور أن هذه الضربة من جانب الإدارة الأمريكية وحتى تصريحات الرئيس بايدن في الساعات الأخيرة توحي بأن الإدارة تحاول من خلال هذه الضربة توجيه رسائل إلى ثلاثة أطراف رئيسية، إلى إيران، والرسالة مفادها أنه الاتفاق النووي سواء تم الوصول إليه أو لم يتم الوصول إليه لا يعني أن الولايات المتحدة ستتغاضى عن حماية مصالحها ومواجهة تحركات على إيران على الأرض التي تهدد هذه المصالح. الطرف الثاني هو الداخل الأمريكي، استيعاب الضغوط الأمريكية وتأكيد أن الاتفاق النووي لن يمنع الإدارة الأمريكية من اتخاذ إجراءات على الأرض لحماية المصالح الأمريكية. الطرف الثالث هو إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ومعناه أنه أو الرسالة مفادها أن الولايات المتحدة بهذه الضربات ستحاول مواجهة تحركات إيران على الأرض، محاولات إيران استثمار أي اتفاق نووي محتمل لتعزيز حضورها في المنطقة، وهذا طبعا ما يثير قلق إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في كل الأحوال.
أشكرك على هذه المداخلة من القاهرة الدكتور محمد عباس ناجي، الباحث في الشأن الإيراني بمركز الأهرام للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك. نواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. الإيكونومست تؤكد أن أوكرانيا وروسيا تحتاجان إلى مزيد من الجنود. فورين بوليسي تقول إنه من غير المحتمل أن يؤدي اجتماع بايدن وشي جين بينغ إلى وقف التوتر الأمريكي الصيني. ناشونال انترست تؤكد أنه يمكن لليابان وأمريكا تحفيظ نظام عالمي سليم، وتشير المجلة إلى أن الولايات المتحدة واليابان تحتاجان إلى بعضهما البعض ليكون لهما تأثير حاسم، حيث لا توجد قوة ديمقراطية واحدة اليوم يمكن أن تعمل كمحفز لنظام عالمي متجدد. فاينانشال تايمز تقول أن فنلندا والسويد تجريان محادثات مع تركيا لدفع ملف الناتو. واشنطن بوست تؤكد أن إجراء بايدن بشأن إلغاء المليارات من القروض الطلابية يشعل معركة سياسية فورية. منذ بدء الحرب في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، وبعد مرور 6 أشهر على الحرب تكثر التساؤلات حيال جدوى العقوبات. مجلة الإيكونومست تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان هل العقوبات على روسيا مجدية؟ قالت المجلة إن الدول الغربية تحاول شل اقتصاد روسيا البالغ قوته 1.8 تريليون دولار عبر فرض عقوبات، مضيفة أن هذا الأمر يكشف عن قدر كبير من قدرة البلدان الغربية على إبراز قوتها عالمياً. لكن الأمر المثير للقلق هو أن حرب العقوبات حتى الآن لا تسير كما هو متوقع. أضافت المجلة أن المشكلة تكمن في أن الضربة القاضية لم تتحقق، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 6% في عام 2022، وهو أقل بكثير من الانخفاض البالغ 15% الذي توقعه كثيرون في مارس الماضي. حسب المجلة اتضح أن سلاح العقوبات به عيوب، حيث يستغرق حظر الوصول إلى التكنولوجيا التي يحتكرها الغرب سنوات للتأثير، والأنظمة الاستبدادية جيدة في امتصاص الضربة الأولية للحظر لأنها تستطيع حشد الموارد. قالت الصحيفة إن هدف العقوبات الاستراتيجي على المدى القصير يقوم على التسبب في أزمة سيولة في روسيا لإرباك تمويل العمليات العسكرية، فيما يعد الهدف على المدى البعيد ردع الدول الأخرى مثل الصين عن إثارة الحروب. لكن المجلة قالت إن الخطة لم تتحقق في الاقتصاد الروسي، إذ لا يزال الاقتصاد الروسي مستقراً. حظيت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية إلى الجزائر ومباحثاته الهامة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على اهتمام الصحف الدولية. صحيفة الفاينانشال تايمز تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان إيمانويل ماكرون يسعى لإعادة العلاقات الفرنسية الجزائرية. قالت الصحيفة إن زيارة ماكرون إلى الجزائر والتي تمتد لثلاثة أيام تهدف إلى تهدئة التوترات الدبلوماسية وإعادة ضبط العلاقات بين البلدين على أمل طي صفحة القطيعة وإعادة بناء علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي. سلطت الصحيفة الضوء على عدد الوفد الكبير الذي يرافق ماكرون خلال زيارته الجزائر، إذ لا يقتصر على وزراء المالية والداخلية والدفاع والشؤون الخارجية، بل يضم الوفد قرابة 90 شخصاً من تخصصات مختلفة. وأشارت الصحيفة إلى أن الجزائر منتج كبير للطاقة، إلا أن الإليزي قال إن السعي إلى زيادة واردات الغاز ليست محور الزيارة، مضيفاً أن الزيارة ترمي إلى وضع أسس لعلاقات مستقبلية، ما يعني أن التركيز ينصب على الشركات الناشئة والابتكارات والشباب والقطاعات الجديدة. أضافت الصحيفة أن التاريخ المشحون بين البلدين سيكون في بؤرة المحادثات، حيث دللت الصحيفة على ذلك بأن وفد ماكرون يضم المؤرخ بنجامين ستورا الذي أعد تقريراً بتكليف من الرئاسة الفرنسية العام الماضي حول الاستعمار الفرنسي للجزائر وحرب الاستقلال. بعد 6 أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة عدد أفراد الجيش،
وهو الأمر الذي لاقى اهتماماً كبيراً في الصحف الغربية. صحيفة نيويورك تايمز تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان بوتين يأمر بزيادة عدد القوات المسلحة الروسية التي تضررت بشدة. قالت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوماً يأمر بزيادة عدد الجيش بنسبة 10% مع استمرار الحرب في أوكرانيا ووسط تصاعد التوتر مع الدول الغربية، مضيفة أن المرسوم يشير إلى أن بوتين يتوقع حرباً طويلة الأمد في أوكرانيا لكنه لم يصل إلى مستوى التعبئة الكاملة. أضافت الصحيفة أنه وفقاً لمرسوم بوتين فإن عدد الجيش الروسي سيبلغ 2 مليون، بينهم 1.15 مليون جندي مقابل 1.9 مليون، بينهم ما يزيد بقليل عن 1 مليون مقاتل عام 2017، فيما أشارت الصحيفة إلى أن المرسوم يعد الأول منذ 5 سنوات لتغيير العدد الإجمالي للقوات المسلحة الروسية. قالت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين قدروا أن الجيش الروسي تكبد خسائر كبيرة في الحرب في أوكرانيا، لكنهم قالوا أن بوتين ليس لديه أي خطط للتراجع، ما يعني استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وسط توقعات باستمرارها حتى فصل الشتاء. وأضافت الصحيفة أن خبراء قالوا أن مرسوم بوتين لا يعني توسيع الجيش عبر عمليات تجنيد جديدة، وهو الأمر الذي يرغب الكرملين في تجنبه من أجل الحفاظ على إحساس سكان روسيا بعودة الحياة إلى طبيعتها، لكنه قد يمهد الطريق أمام دمج قوات أخرى في الجيش تقاتل في أوكرانيا من الشيشان ومناطق روسية أخرى. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. Financial Times تتساءل كيف تراجع متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة؟ Washington Post تنشر نتائج دراسة تؤكد أن حرائق أستراليا أضرت بطبقة الأوزون وتسببت في ارتفاع درجة حرارة الأرض. لوموند الفرنسية تقول إن تلسكوب ويب يعثر على ثاني أكسيد الكربون لأول مرة في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية. لو فيغارو تقول إن البابا فرانسيس يحث كوريا الشمالية على دعوته، وأشارت أن البابا أعلن أنه لن يرفض دعوة من كيم جونغ أون. ناشونال إنترست تؤكد انخفاض مبيعات الهواتف الذكية، ولكن آيفون يظل في المقدمة. تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان في الآونة الأخيرة عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة ومناورات صينية حول تايوان. صحيفة الفاينانشال تايمز تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان لا توجد خيارات جيدة أمام الولايات المتحدة بشأن تايوان. قالت الصحيفة إن ردع الصين عن شن أي غزو ضد تايوان يتصدر أولويات الولايات المتحدة التي تعد الضامن الرئيسي لأمن تايوان، مضيفة أن مسؤولين في دول عدة قالوا إنه من المستحيل تقريباً على إدارة بايدن حرمان بكين من المكاسب التي حققتها في إطار الضغط على تايوان. أضافت الصحيفة أنه بالنسبة للولايات المتحدة فإن استخدام المناورات العسكرية لمحاولة دحر المكاسب الصينية أمر غير وارد، لأنه قد ينظر إليه على أنه غير متناسب وقد يؤدي إلى تصعيد آخر كما يعتقد المحللون. وقالت الصحيفة إنه في انعكاس للتهديد المتزايد تريد تايوان زيادة ميزانياتها العسكرية بشكل حاد، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الإجمالي بنحو 14% إلى 586 مليار دولار تايواني، أي حوالي 19 مليار دولار العام المقبل، وذلك وفقاً لمسودة الميزانية التي تم إرسالها إلى البرلمان هذا الأسبوع. وأضافت الصحيفة أن التراجع النسبي للقوات العسكرية الأمريكية في آسيا والمحيط الهادئ جعل الأمور أسوأ، مضيفة أن هناك فجوة بين خطاب بايدن عن التزام بلاده بالدفاع عن تايوان وواقع أن القوات الأمريكية غير مستعدة بشكل متزايد للقيام بذلك. حذرت شركة هواوي الصينية من صعوبات قد تواجه الشركة في الصين خلال الأعوام المقبلة. صحيفة الغارديان تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان
مؤسس هواوي يحذر من عقد مؤلم. قالت الصحيفة إن مؤسس شركة هواوي أطلق تحذيراً بشأن مستقبل التكنولوجيا الخاصة بشركته، مما أثار القلق بشأن صراحة تقييمه ومستقبل الشركات الصغيرة وسط الأزمات الاقتصادية في الصين، فضلاً عن تفاقم معدلات الركود على مستوى العالم. أضافت الصحيفة أنه جرى تسريب مذكرة داخلية أبلغت موظفي الشركة بأن الجميع سوف يتأثر من أجل بقاء الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يشير إلى مزيد من خفض الوظائف وسحب الاستثمارات. قالت الصحيفة إن المذكرة كشفت عن تصريح لمؤسس هواوي جاء فيه إن العقد القادم سيكون مؤلماً للغاية مع استمرار تدهور الاقتصاد العالمي بسبب وباء كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا والحصار المستمر من قبل الولايات المتحدة على بعض الأعمال التجارية الصينية. أضافت الصحيفة أن عمليات الإغلاق الواسعة النطاق وغير المتوقعة في الصين بسبب وباء كورونا أدت إلى تعطيل إنتاج المصانع وسلاسل التوريد والنشاط الاقتصادي العام، لا سيما الشركات الصغيرة، ما أثر بالتالي على اقتصاد الصين الذي يوفر القطاع الخاص فيه ثلث الوظائف ويخلق 90% من الوظائف الجديدة. إلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.